كتير قوي عن النقطه دي، ودي الحمد مهمه لله. جدا جدا وهنشوف قيمتها دلوقتي. شوف ان الدوري المصري يا ميدو في 3 مواسم بس 94 تغيير، رقم خزعبلي. هو مدرب يعني 94 تغيير، يعني حتى المدربين اللي راحوا ورجعوا مرتين. فريق الاسماعيلي غير 11 مره في 3 مواسم، 11 مره. طبعا الانتاج الحربي هو الاكثر، يعني اكثر فريق مستقر مع كابتن مختار الحقيقه. برافو لاداره الانتاج الحربي بصراحه، جزء يعني من جزء كبير جدا من نجاح الاداره العدد القليل من المدربين اللي بيشتغلوا، وعدى بصدمات خلي بالك السنه دي وصمموا ان هو يقعدوه. طبعا كابتن طارق يحيى، كابتن طارق العشري، كابتن ايهاب جلال، 4 مرات اكتر مدربين غيروا، وده برضو يرجع لانهم مدربين مرتبطين. ده مش هيحصل يا جماعه بعد كده خلاص. يعني خلاص بعد كده المدرب اللي يعني مش اشتغل مره مش هيشتغل تاني، ده يشتغل تاني لو اقلوه ليه حق ان هو يشتغل في نادي واحد بس. نشوف بقى بريمير ليج ونشوف الفارق الشاسع ونشوف ليه الكوره بتاعتنا متاخره كتير جدا عن الكوره. البريمير ليج في 3 مواسم 23 تغيير، السنه اللي فاتت 7 تغييرات في الموسم كاملا، ونصهم تقريبا واتفورد. يعني واتفورد لما غير المدرب 3 مرات كان يعني الناس بتقول ايه اللي بيعملوه ده، يعني عشان الراجل الاونر ايطاليا، اصحاب اودينيزي. في 18 19 6 تغييرات، 17 18 10 تغييرات، وده رقم كبير جدا بالنسبه للبريمير. شايفين يا جماعه فرق اكتر من التريبل، من 3 اضعاف او اكتر من 4 اضعاف، 3 اضعاف تقريبا، 4 اضعاف تقريبا، 4 اضعاف ما بين الاربع اضعاف ما بين الدوري المصري والبريمير ليج في تغيير المدربين. ده معناه ان في انديه عندها مشاريع وفي انديه ما عندهاش اي مشاريع. لما احنا بنقول ان الانديه في مصر معظمها ما عندهاش اي مشروع، عشان كده بالنسبه لهم تغيير المدربين عادي جدا، يعني ما فيش اي مشكله، كان رئيس النادي بيصحى الصبح يغير قميص عادي او بيغير تيشرت لابسه او اي حاجه. حتى نجاح المدرب اقول لك حاجه، حتى نجاح المدرب بقى في مصر انت مش عارف هو نجح ليه. يعني واحد مثلا لسه يبقى بقاله مثلا من شهر مع فرقه هيهبط بيها، مره واحده ليه نجح هنا وتلاقي ما هو راح نادي تاني. فانت اصلا زي ما بتقول ما فيش مشروع. لا وكمان يا هشام بجيب مدرب هجومي وامشيه واجيب مدرب دفاعي، ما فيش اي مشروع ولا هويه. اللعيب ولا نفسه هيتبرجل. يعني مثلا اقول لك حاجه بدون انا تاني كلام. باكد ان حتى لو نزلوا بقول ان الفرقه الوحيده اللي عندها مشروع واضح وصريح هو دجله بصراحه. صحيح. يعني اقول لك حاجه بدون اقطع كلامك، حته مثلا هو في كلام ان مثلا كابتن طلعت يوسف مدرب كبير جدا بس لا يصلح مثلا نادي زي الاسماعيلي، هو ده بقى المشروع. مدرسته صحيح في الكوره، مش ده مدرب محترم ونادي الاسماعيلي نادي محترم، لكن انا مثلا الاسماعيلي ينفعني ارجنتيني، ينفعني برازيلي، مدرسه معينه. هو ده اللي انا اشتغل عليه مثلا، ده اللي انا قصدي لما مثلا كابتن طارق العاشر راح مسك امبي مثلا، راجل مدرب محترم وكل حاجه بس الفكر نفسه بيبقى مختلف. فلازم صحيح. مهم جدا وانا بجيب مدرب لايق عليا ولا لا. نكمل يا فاروق، نكمل بقى نروح للميركاتو طبعا، وهو كان الحدث الاهم في الاسبوع ده. الديدلاين اليوم الاخير في الميركاتو ده من اهم الايام في الكوره كلها، اهم من الماتشات حتى القمه. ولو هناخد عنوان واضح لو هناخد عنوان صريح كده، هو ان بريمير ليج اقوى من كورونا، الدوري الوحيد اللي كان واقف صامت في ازمه قاتله. ازمه كورونا دي هدت انديه، بيخسروا الانديه بتخسر في الماتش الواحد 3 و4 و5 مليون باوند، اعتمادا طبعا على الجماهير، ومش بس بقى الحضور الجماهيري بس، ده عندهم ستورز وعندهم مطاعم وعندهم كل حاجه. شوف مثلا بريمير ليج في 2019 صرفوا 1.4 مليار، وكان اكتر الانديه انفاقا طبعا مانشستر سيتي 152 مليون، السنه دي 1.280 مليار، الرقم قريب جدا. واكتر الانديه انفاقا طبعا في انجلترا وفي العالم كله تشيلسي طبعا، لانه كان بقاله 2 انتقالات مش بيصرف، فانفق بشكل كبير جدا حوالي 250 مليون. لكن لو هنروح للدوري الاسباني هنلاقي ان الانفاق الموسم اللي فات 2019 كان 1.5 مليار، ريال مدريد لوحده صرف 353 مليون، ريال مدريد نادي واحد تقريبا اللي صرفه ريال مدريد قريب من الليجا كله صرفه السنه دي 410 مليون، وكان اكتر الانديه تقريبا اكتر من الربع كان برشلونه لوحده. يا هشام يعني شوف الهده، كورونا هد الانديه ميدو، هد عندهم ديت يعني عندهم ابسط حاجه، عندهم 488 مليون يورو مديونيات برشلونه على ارسنال. تميمه التمساح اللي هي بتاعت ارسنال، بتاعت ارسنال ان انا اشيلها عشان الراجل مرتبه 1500 كل شهر، بيوفر استهبال. يعني انت جايب بارتي ب 50 مليون وبتمشي الراجل استهبال، اديني انا ال 1500 واروح البس. لا انا بقول استهبال ان انت بتمشيه طبعا قرار غريب. هو ارسنال ده فاكر 1500 استرليني يجيبوا لك حاجه في لا بس الراجل عرقان يا ميدو، الراجل لابس البدله طلع الراجل قال انا هدفعهم، يعني حتى لعيب في النادي حس ان هو طب ما يلعب طيب، يعني اوزيل انا العب طيب وادفعهم. بس هو قال لهم حاجه لطيفه جدا، قال انا هدفعهم طول ما انا لعيب في النادي، يعني عشان لو ماشي قريب انا ماليش دعوه بقى. في بجد يعني. والله في الكوره غريبه. ايطاليا طبعا نفس الكلام برضو، نفس الهده والضربه اللي خدتها اسبانيا خدتها ايطاليا. بريمير ليج موضوع مختلف، البث والانديه واقفه على رجليها وفي سبورت، وهو ده اول 10 انديه تفاعل فاروق منهم 7 من انجلترا.
طبعا طبعا مش بس يا جماعه والبريمير ليج ورابطه البريمير ليج شوفوا استون فيلا وليدز يونايتد مصرفوش عاملين يعني انا حاسس ان احنا ان شاء الله انت عارف النهارده بجد والله العظيم حسيت ان الشباب رجعوا لي تاني يا جماعه انا بجد الحاجات اللي اللجنه الخماسيه النهارده بتعملها للواحد بيهاتي فيها بقاله فتره كبيره وخاصه من بدايه البرنامج محسساني ان انا عملت انجاز واتشيفمنت كاني والله العظيم فعلا مسؤول جوه الاتحاد. طبعا انا بحب اعضاء اللجنه الخماسيه وعمرو الجرايني اخويا الكبير يعني بحبه جدا فانا سعيد جدا ان الواحد بيتكلم في حاجه او احنا مع بعض بنتكلم في حته دايركشن عشان ناخد خطوه لقدام وان الحاجات دي اخيرا بقت بتتنفس. معلش يا احنا مش هنقول مواعظ ولا نقول الناس الناس كلها يعني على بس ده دور الميديا يعني ده دور ان انت تساهم انك تعمل حاجه ايجابيه تزق الكوره وتاخد قرار ايجابي وحاجه الكوره المصريه ده مش هنشوفه النهارده بعد 3 4 5 سنين هتشوف قيمه القرار زي ده وهتشوف ازاي الانديه هتقف على رجليها وازاي المدير الفني هيجيب لعيب محتاجه ل 3 4 سنين مش لعيب يجربه ويمشيه في يناير يعني قيمه القرارات اللي زي كده ويحسب بصراحه للجنه الخماسيه عندها الجرأة لان في ناس قبل كده فكرت كتير جدا انها تاخد قرارات حتى بس كان في يعني حسابات وكان حتى في حاجات كويسه ومش عايز يعني ابقى يعني ابان ان انا متحيز للجنه الخماسيه لكن في حاجات حلوه يعني مثلا طريقه تقديم التيشيرت عشان وانا عارف ان انت الحاجات دي كنت برضو من ضمن الناس بقالك سنين بتتكلم فيها الكره الموحده لبس الحكام 100 هدف اللي عملوها لعبد الله سيد حاجات رفيعه حاجات صغيره يعني الطريقه نفسها البرزنتيشن جايبين شباب جايبين واتمنى في اخر الدوري نلاقي زي بره التكسيد واحسن لاعب واحسن هداف انا اتمنى حاجه عشان اتمنى حاجه وندعو ليها من دلوقتي الدرع وكاس مصر شكلهم وحش اتمنى لان دي قيمه احنا بريمير ليج اول ما نتكلم في بريمير ليج او نحب نحط اي حاجه او ديزاين بنجيب الكاس شكله راقي وشكله شكله حلو يعني صور الكاس وصور حتى الحاجات القديمه في انجلترا اللي بقالها 120 سنه معموله يعني الناس يا جماعه بتاعت اللجنه الخماسيه ارجوكم برضو من ضمن الحاجات نخش في خطوه ثانيه ان شاء الله هتتنفذ إن شاء الله. حاجه بتفكروا معانا ان انتوا الديزاين افتحوا الباب لبعض من الموهوبين افتحوا الباب لبعض من الشباب الموهوبين في موضوع الديزاينز وموضوع الكلام ده عشان يعملوا لكم ديزاين جديد لدرع الدوري طب اقول لك حاجه يا ميدو اقول لك حاجه مكتب عندنا بقالي اسبوع شغال على حاجه ولا حد يعرف ولا قلت لك ولا اي حاجه انا شغال على لوجو للدوري المصري مع نفسي وكنت هبعته هديه طب ليه طب ما انت عارف الناس واحنا عارفينهم نبعته لا انا بقول لك ان انا مثلا ما كلمتش حد ولا قلت يعني في ناس في المكتب ديزاينرز بيعملوه كده مش انت يعني لا انا ما بكتب انا اخري بكتب بسم الله الرحمن الرحيم يعني دي مرحله بقى خطيره انت بقى بقيت بترسم ديزاينز انا لسه عامل ميل من 10 سنين بس لكن انا والله العظيم واللوجو حتى اللوجو بتاع الكوره يعني كل الحاجات اللوجو الدوري يبقى له اللوجو الدوري النيجيري الكاس يبقى له عشان كده والله شغال عليها يعني الحاجات دي مهمه جدا شغال عليه وكنت هبعته هديه وهتعلي سعر البطوله وهتعلي قيمه المنتج يعني الحاجات دي مهمه قوي وان شاء الله طب اقول لك حاجه اللي زعلك كمان سوري يعني في ده حته ايه ان انت زمان كان الدوري المصري ده تسويقيا رقم واحد انت دلوقتي مين رقم واحد جنوب افريقيا طبعا 125 مليون يورو احنا 123 جنوب افريقيا متقدمين بشكل جدا دي حاجه برضه زعلنا هشوفكم الاسبوع الجاي يا رب ان شاء الله بشكركم على وجودكم معايا بشكرك عشان ربنا يخليك بشكرك يا فندم متسعدت بيكم وسعدت باتشو حبيبي الويكند ده